صحيح موضوع لا لوكاسيون توريستيك ما عادش تطرح في الجزائر، هذيك شفتوا فريبني يخرجوا بها الناس للخارج، لانه في العالم الموضوع لا يطرح تماما. يعني الامريكان يخرج كيما بغا، الاوروبيين يخرجوا كيما بغا، ودراهم الناس بلي كارت دو كريدي كارت دي بي ما كان حتى الموضوع مطروح للدول، بعض الدول اللي ما عندهاش، يعني تعبان اقتصادها تعبان كذا، شغل المغرب الجزائر تونس ساعات هادو اللي، ولكن شوف في دول المغرب الكبير كاين عاملين حد هذا حدود يعني ليميت تاع الدراهم تخرجها. تونس المواطن التونسي عنده الحق في 4000 يورو في العام يخرجها باش يدير توريزم، يخرجها على ضربة، يخرجها يقسطها، خطرة يدي 1000 خطرة يدي 2000 كيما بغى، المهم عنده الحق في 4000 يورو في العام. نفس الشيء بالنسبة للمغربي عنده الحق في 4000 يورو في العام، يقسمها كيما يبغي، المهم عنده 4000. ما عندهمش بترول في زوج، كي تونس كي المغرب ما عندهمش بترول، ما عندهمش موارد دخل. الجزائر البلد البترولي والغازي، نساو الغاز، المواطن الجزائري شحال عنده الحق يخرج في العام؟ 93 يورو، ميم با 100 يورو، كانت 150، وبما انه الدينار يمشي ويطيح ولا 93 يورو. صح درك ولا واحد راه يخرج ب 93 يورو، ما كاش ما كاش ما بقدر يروح يصرفها في البنكة، ما دير لها، لأن الناس كاع تصرف في المارشي نوار. ولكن شوف الرمزية تاعها، يعني دولة بترولية ما تسمح مواطنيها إلا 93 يورو في العام، في حين العساكر والمعاليم يخرجوا بلا حساب، يخرجوا بلا حساب، يخرجوا بلا حساب رزق باباهم. 93 يورو يعني تحبط بها، ما توصلكش للوتيل، يعني ما تقدرش ما تحكم شامبر دوتيل، قال حتى تحكم الموتيل تاع البق ب 40 يورو الى 50 يورو ما تكفيكش باش تتغدى وتحكم البيوس من الايروبور للوتيل، ما تقضي لك والو. شتو كيفاش؟ هذه اهانه، هذه اهانه للجزائري، هكذا تهين العصابه الشعب الجزائري. ما قلت ولا واحد يتولها بها، للناس ما عادش تروح تصرف في البنك 93 يورو تمسخر، كانوا بكري 150 يقول لك ما عليه نديها 150 خير من والو، بعد نروح نزيد نتصرف في المارشي نوار. ولكن درك ما يروحوش، ما يروحش يدير عليها لاشين في البنكة. لكن تشوف كما قلت الرمزية، قيمة الجزائري كيفاش تنظر لها هذه العصابة. شوفوا العصابة كيفاش تنظر للجزائري، نظرة احتقار، إهانة. وأموال الجزائريين يسرقوا فيها ويروحوا يشريوا البلاصات وليزوتيل وليتيرا، سمعتوا، ويتمولكوا. ولما واحد كيما نزار، أنا علاش مثال بسيط، لأنه راه هاد الأيام يعني عفس في القانون به بالعصابة، عفسوا في القانون، باش شاري تيران ب 6000 متر مربع في تيراغولا، باش كان ماشي يهرب الدراهم، او الناس يتهرب بالدراهم درك، يعني شو العصابه هذه تهرب في الدراهم، ويحبوا الجزائريين الشعب يقعد يهرب بالدراهم، يعني يحبوا يخرقوا من الجزائري ان ترافيكون دو ديفيز، ان بلانشيسور دارجون. سي دو ترافيك، هذاك تروح تشري في السوق السوداء العملة الصعبة، هذه كانت تسمى ترافيك، ويعاقب عليها القانون.
ولكن النظام يشجع على هذا، يحب يجعل من الجزائريين كامل دي ترافيكو. هكذاك روح نتايا صرف 200 300 اورو 1000 اورو كي تكثر تصرفها في المارشي نوار، بصح هما وبالتالي تنسى باللي هما راهم يصرفوا بالملايين ملايين الاورو. علي حدد كي يشري لك اوتيل في برشلونه ب 60 مليون اورو، شو شحال بدل السيد الاخر فيهم راهو يخرج 30 20 الف اورو في العام الاخر فيهم. وبالتالي خليك انت تصرف 200 300 اورو باش تنسى، ويجعلوا من الشعب الجزائري كامل ان بوب دو ترافيكون دو دوفيس. دراهم تتباع في السوق السوداء في الطريق في الجزائر في السكوار تتباع من جهه المواطن معرض للخطر، لانه اذا هديت معاك يعني مبلغ كبير تخاف انت تصرف منه يخرجوا الجماعه ملي ينحوهم لك، يعني ما كاش الامان. هذا من جهه اخرى هذاك اللي راهو يبيع في العمله الصعبه حتى هو معرض للخطر، يقدر يجي واحد يدغرو بموش يديرو دراهمو، ما كان حتى واحد اللي يجي حامي عليه والو، ما يقدرش بابا يروح يشكي ينحوهم، ما يقدرش يروح يشكي لانه ممنوع يقولوا اه وي تبيع في الدوفيز نتايا ايا اطلع الحبس. شتو كيفاش وعلاش ما يديروش دي بيرو تشونج كما في العالم كامل؟ في العالم كامل دايرين لي بيرو تشونج، غير في الجزائر يبيع في الطريق. هذه بلاد هذه يا ناس، هذه بلاد يبيع في الطريق. دول العالم كامل عندهم لي بيرو تشونج، كل شيء يعني فيهم الامان فيهم كذا، يعطي لك الورقه تاعك كلش. غير الجزائر ما كاش لي بيرو تشونج في الجزائر، ما كانش. حتى لو كان تروح في اوتيل سانكيت تقول له باغي نبدل الدراهم، تقول باش ما نروحش، هذا كي يكون واحد يجيب معاه الدوفيزا يا حبيبي ريسبسيونيست يبدلو في المارشي نوار يعطيلو كذا ولا يقولو ولي شويه درك يمدولك، ما كانش بيرو تشونج. لانه جعلوا من الجزائري دابور بداو يعفسوا فيه يهينوا فيه ب 93 اورو، ومن بعد يحولوه لترافيكون دو دوفيز كيفهم، باسكو هما سون دي ترافيكون، هما سون دي ترافيكون. شو كان يحاسبوا في بعضهم على تبييض الاموال وتهريب الاموال، شوف كاش راهم يحاسبوا فيهم. هذاك القاضي اللي حاسب كونيناف يحاسب علي حداد وغيرهم على تهريب الاموال، هو بعد يهرب الاموال، هو بعد كي يجي فواياجي يروح يشري في السوق السوداء، وبالتالي راه يهرب في الاموال، يهرب في العمله الصعبه. هذاك القاضي بعد، شوفوا كيش ولا الجزائريه سكيزوفران، عندهم انفصام شخصيه الجزائري، يجي يحاكمك على تهريب الاموال وهو راه يهرب في الاموال. يجيو الربراب اللي يدخل العمله الصعبه كل يوم الجزائر يقولوا انت راك تهرب في الاموال، نهار اللي كي كانوا غاضبين عليه، درك خلاص راهو مدلل النظام، درك راهو الابن المدلل، يقولوا راك تهرب في كيفاش يا عجب، الراجل يدخل العمله صعبه وما عنده الحق دراهم اللي عنده الحق يخرجهم ما يخلوش يخرجهم، كانوا دايرين عليه الدراع. شفتوا كيفاش؟ لانه ما كانش قوانين تحمي المواطن. ما كانش قوانين تحمي المواطن. فوالا عصابة تهين المواطن الجزائري ب 93 اورو، خمو مليح فيها، شوفوا وين راهنا واصلين.